مرحبا بكم في احوال طقس نهار الثلاث. كتوقع مديريه الارصاد الجويه الوطنيه غدا الثلاث ان شاء الله غادي تظهر سحب منخفضه نسبيا كثيفه بالقرب من السواحل الوسطى، محمله احيانا بعض القطرات المطريه، فضلا عن تشكل سحب منخفضه في الليل والصباح مصحوبه بكتل ضباب وضباب قرب السواحل الشماليه. كما غادي تلاحظ تمركز سحب غير مستقره مصحوبه بزخات مطريه رعديه فوق مرتفعات الاطلس ومناطقها المجاوره وفوق الريف وبالمنطقه الشرقيه. عدا ذلك غادي تكون السماء صافيه الى قليله السحب باقي ربع المملكه. غتهب الرياح معتدله الى قويه ببعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقه طنجه والسفوح الجنوبيه الشرقيه ومن القطاع الشمالي بالاقاليم الصحراويه، وضعيفه القوى الى معتدله من القطاع الشمالي على العموم باقي المناطق، مع هبوب زوابع رمليه محليه بداخل الاقاليم الجنوبيه والسفوح الجنوبيه الشرقيه. غتراوح درجه الحراره الدنيا ما بين 6 حتى 12 درجه بمرتفعات الاطلس وما بين 13 حتى 19 درجه بالسهول الداخليه الشماليه والوسطى والمنطقه الشرقيه وشمال الاقاليم الصحراويه، وغتكون ما بين 20 حتى 25 درجه باقصى الجنوب الشرقي أقصى الجنوب. أما درجة الحرارة العليا فغادي تأرجح ما بين 18 حتى 24 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 25 حتى 31 درجة بالقرب من السواحل وسهولهم المجاورة وشمال شرق البلاد ومنطقة سوس وما بين 32 حتى 38 درجة باقي المناطق. إلى هنا كتنتهي أحوال الطقس، بسلام عليكم.